لحن هو هيك اوكي. انت بيننا بين يعني واحد انه قلبه على ايده. ماليش في غلط فيه. لا في شيء اساسي كلها تقريبا القطعه انه كانك مدوزن غلط. اسمعها مزبوط رح لك شيء انا سمعته انا تفاجات اللي عم حضرها بعتها مرتين ثلاثه لاتاكد من بسمعها انا قصد على او على الواطي الكلمه تعالي بدي لعب ضجه شوي سمعك اياها بعد لحظه أما العالم المنبايه انا رداريه طعمك هيك اما كانك عالي شوي عليهم مش اسف عالي شوي كان ماني هيك عم تغني كانك مش مسلطن مظبوط مع انه صوتك مفروض انت دافي ولاقط انه النغمه غريب ما قدرت افهم ليه هل السمع او موقف او شو قصدي؟ هو كان محمس هالبال وانا كان ابوي وامي وعمي واخواني تصور يعني هلا بتنتبه عده مرات طالعه هيك قال لي شو عملت انا غيرت القناه عبي سوري كيف في اول وحده من فوق مكتوب عليها سورس وين لا لا بنفس الكلمة بس حدا يجي يعمل لي البلاي شغله قوم بس شو بدي الفوليوم موطي شو الفرق هلا؟ احسن اقوى في باور تبعت على صوتك؟ وبعدين ضحكي اكثر وبحن لاقط صوتك اكثر مش ضايع؟ تبعت؟ شوية ديفينيسيون الفينيساج تبعه اذا بدك يكونوا انظف العرب مطرح ما بيروحوا منك اذا قاصدهم بدك تفهم نوتة شو هي قبل هي مش عربي هي نوتة مرقة معه انت عم تستعملها بغير طريقة بس انتبه هديك الهو بس عم بتكون هيك مرات عم بيطلعوا شوي اعلى الدوزين شفتوها غلط النزلة؟ لا لا ايه بس الفرق انه فاجأكم فيها صحيح ايه واحد بده يتفاجأ ويعمل هيك ولا شيء لا عم يصير شيء غلط انتبهتوا الفكرة وين؟ بس لا صح هي مزبوطة لانه بس بيسوى لايف بس المرات الصوت بيضعف على الباس شوي يا بده تقوية او الميكرو بيطلع اكثر شو حبيبي انت خليه بيتمهد في اثنين ثلاثة عم يتقتلوا عليا Thank you.
مين عنا؟ أسماء ونصيف. اه حلوه الاغنيه كمان كثير حلوه. انا طلعت بقى كم شغله هم نصيف واسمع. شو اللي انت؟ لا انا بعرف بدي اقول لك حدا صبايا شباب قولوا لي صوته رصيف عنده سهوله انه يغني وعنده هيك بس قلي شوي صوتك شو قصدي؟ طلعوا كله اكثر يمكن كان يعني نملق محلات بالإي أو هيك كم محل ما تعصب عليها لا ما لا عم تعمل طال يعني شوي طلعوا أكتر فهمت شو قصدي؟ إنه يا ريتك ترجع إذا فيك ترجع بالبرايمات اللي مرقوا قبل عم تغني مزبوط هلا انتبه وعم بغني مزبوط والعرب مزبوطين بس إطلاقة الصوت إذا بدك إياها أحسن بدك تشتغل عليها فهمت شو قصدي؟ شوي وشوي أنت بدك تكتشف صلنا زمان بس هي بالدفتر يعني عرفت بس بدك تكتشفها بدك تكتشفها لا 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 غني لي شوي طال صار وليالي العيد شوي طلع شو من جوا طال صار وخلي دايما شوي فيها تلوين لحتى ما يطلع كل وقت مثل بعضه يعني طال لا 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 اعمل هيك جرب لي مرة طال السهر وليالي العيد نامت عن كتف وجنانينا شوي بدك ترخي هون يعني شفت انتبه انت عم تغني قديش عم هو شده هو عم بيعمل عم يأثر على كل شيء احلى شغله اذا عم بالمري عم تشوف هودي يعني عم بتشد هون زياده خفف لي هالشد وستريس بيطلع صوتك كثير احلى بعد هاي اللي لازم تعرفها اوكي عالي عليك يا رب ويني أسمع شو أسمع شو لا صفاء معنا مش بس شو في شيء مش حلو شو برافو ليزيو ليش هيك مبلشي انه بدك تعمليها دراسه نفسيه لشوف انه ريان لازم لك شويه شبروزاك ميرال بدك شو عامله دراسه نفسيه ليه عندك كل هالاشي شو بدك بالمبيار كلهم عندهم طبعا على راسي بس ما تطلعي بالمبيار طلعي هيك ركزي على رامي شو عارف انه حرام انه كيف واحد طالع انه هيك بكل شغله هيك عندك اياها وبعدين في شيء ما بدي تفقديه عم ترجعي له كنت عم ترجمي الحالة هلا يعني كأنه عندك ثقة أنا ما بحب له هالقد إنه عنده ثقة بحاله عنده ثقة بحاله الواحد برافو بس لازم يضل يشك للحظة إنه هو على المسرح صح مش حلو إنه أنت لا 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 أنا بغني ما فرقني معي هيك وبحيي الناس وكيفك نصيف أهلين شو الأخبار سلم على الأهل وهي عم تغني هيك أنا ما بحب هالشعور خاصة ذا الواحد يعني واثق وغني وطرق كان في شيء في قلبه أشرف إيه لا فهمتوا شو قصدي يعني بين بشع يعني إنه شو في شيء منيح عندها شو مرتاحة سهولة المغنى هذا شيء جميل بس ترجمي لي شوي إنه من البداية لقطينا دغري عملت هيك ليش خليك يعني كل واحد بيلقط كل واحد بده يلقط كل شيء مع بعضه اوكي حلو الحركه التغنيج عفوا بين شعري وبين الاير بيس بس طلعت هيك حلوه ليه عرفت انا شو عم تعمل بس انه احتال شوي عليها غني لي يا رايحين كبار وصغار يبقوا اذكروا ليالينا منيحة بس فيها اطلع معك احلى بعد ليالينا
عرفت شو طلبي انا هيك.